بنات، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. فاليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم هاد البريوات بلذة البسطيلة بالدجاج. أكيد غادي تكون حلوة. المهم غادي تشوفوا معايا مقادير صغيرة بالنسبة للأخوات اللي اشتهاو هكا البسطيلة دجاج، فما عليكم غير تحضروها بهاد المقادير القليلة وغادي تعطيكم واحد الكمية اللي هي معقولة وبلاش عليكم البسطيلة. يعني راها بلذة البسطيلة، يعني ماشي ضروري أننا نحضروها هكا بزوج دجاجات ولا ثلاث دجاجات كبار، وإنما نحضروها بكيلو نتاع الدجاج غادي تعطينا هاد الكمية المحترمة. فأخواتي أول مرة غادي نبارطاجي معكم هكا كمية صغيرة في البسطيلة. المهم إن شاء الله تنال إعجابكم وتطبقوها، كتجي لذيذة لذيذة يا البنات. هنايا خديت كيلو نتاع صدور الدجاج، درت ثلاثة البصلات، لكن غادي تشوفوا معايا في الفيديو أنني ما غاديش نحضرها بثلاثة البصلات، العطرية أكيد العطرية العادية والمعدنوس والزيت النباتية. وأنا كنخدم في هاد البسطيلة وأنا كنشرح لكم أكثر. فهنايا ان شاء الله انا بعدا شلطت ديك البصله، درت غير زوج بصلات كبارات، والمعدنوس انا كتشوفوا فيا انني قطعتوها كرقيق. البصله هنا كنقول لكم انني ما حضرتش ثلاثه نتاع البصلات وانما درت غير زوج بصلات لهاد الكميه نتاع كيلو نتاع صدور الدجاج. خديت غير المقلات العجيبه غادي نطيب فيها هاد الكميه لانها قليله، تقدروا نتوما ديروها في اي طنجره عندكم وتقدروا ديروها حتى في الكوكوط الا بغيتوا. المهم هنايا صبقت اكيد زيت نباتيه، درت تقريبا واحد 4 المعالق كبار بحكم انني غادي نطيبها في المقلات العجيبه اللي ما كتلصقش. نتوما تقدروا ديروا حتى 6 الملاعق كبيره نتاع الزيت النباتي. درت دوك زوج بصيلات في القاع نتاع المقله، زدت عليها صدور الدجاج ودرت اكيد الملح والابزار، الملح حسب الذوق اكيد، الابزار درت نصف ملعقه كبيره، الزنجبيل هو هذا درت نصف ملعقه كبيره مبنيه مزيان، ودرت الخرقوم هو هذا نصف ملعقه كبيره. اما بالنسبه للمعدنوس فانا درت تقريبا هذه الكميه واحد 4 نتاع الملاعق كبيره حتى الخمسه، المهم 4 الملاعق كبيره هكا تكون بومبي نتاع المعدنوس. القرفه ما غاديش نديروها دابا، انا حطيت كاع المكونات في مره غطيت عليهم وخليت داكشي تحت نار مهيله يتشحروا مره مره هكا كنحرك. انا من الاول ما حركتش، علاش؟ باش ديك العطريه ما تحرقش ليا، خليت حتى ديك البصله تطلق لي شويه نتاع الموهات نتاعها وفي ديك الوقيته غادي نحرك هكا. المهم كل شويه نحركها باش داكشي يتشحر على مهلو ويعطينا واحد اللذه اللي هي زوينه، لان الاساس نتاع اللذه نتاع البسطيله راه داكشي في النصيب. يعني لهذا المراق خصو يكون معلك ويكون لذيذ وطايب على المهل. فهنايا جا الوقيته اكيد اللي غادي نضيف فيها القرفه، فانا درت نصف ملعقه كبيره نتاع القرفه وربعة الملاعق كبيره نتاع السكر حبيبات، وبقيت هكا كنحرك مره مره. المهم هنا الوقيته اللي طاب لي داك الشيء خدا معايا هذا الوقت تقريبا نصف ساعه هكا، لان ديك المقلات العجيبه كتسد مزيان بحال طنجره الضغط. نصف ساعه تقريبا على نار مهيله وكتشوفوا الضغميره ديالها كيفاش جات. المهم انا خليت حتى داك الدجاج برد، وفي ديك الوقيته جبت هكا الروبو كيف ما كتشوفوا معايا، لان البريوات ما خصهمش غير يتفرتت هكا داك الدجاج بحال البسطيله الكبيره، وانما خصو هكا يدوز هكا في الهشوار، يعني نديروه هكا طريفات رقاق، لان البسطيله نعرفوا اننا كناكلوها هكا بالفرشات ولا بالايدي، لكن البريوات غادي نعضوهم. كتشوفوا هكا المهم الشكل نتاع داك الدجاج من بعد هكا ما هشيتو هكا في الهشوار، ومن بعديها غادي نخلطو مع ديك الضغميره المعلكه اللي عندي فيها اكيد سكر سنيده، فيها القرفه فيها العطريه كتجي لذيذه بزاف. وهنايا حضرت شويه د اللوز اللي هو مقلي مهرمش، زدت معاه شويه د القرفه وشويه د سكر كلاصي، كتشوفوا انني غربلتو. وهنا جا الوقيته اللي نحضر المهم الكولا باش نكولي دوك البريوات. كتشوفوا انني درت تقريبا زوج معالق كبار نتاع الدقيق لهذه الكميه، مع واحد واش نقول لكم نصف كاس حتى الكاس الا ربع نتاع الكيسان ديال العنبه نتاع الماء. غادي نخلطوهم هكا بالفوي باش ما يبقاوش فيهم الحبيبات نهائيا، ومن بعديها غادي نستعملوهم. فهاد الكميه اللي درناها نتاع كيلو نتاع الدجاج غادي يدخل لينا ان شاء الله نصف كيلو ورقه بالتمام والكمال. المهم انا هنا خديت الورقه الكبيره قطعتها على زوج وغادي نبدي نعمر في هاد البريوات، وكنعرفوا ان البريوات المملحه كيجيو الحجم تاعهم كبير
ومعقول يعني غادي نستعمل نصف حبه نتاع الورقه، غادي نطويها هكا على زوج، وانا كنعمر بالطريقه المعتاده. المهم كل شيء راه موضح في الفيديو، فنتمنى اخواتي الى وصلتوا لهاد اللقطه وعجبكم الفيديو وشفتوا انه يستاهل منكم تلايكيوه، فنتمنى انكم تخليوا لي واحد لايك. وبالنسبه للاخوات اللي ما مشتركينش في القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش البارتاج اكيد مع الاهل والاقارب. واهم حاجه عندي انا بعدا هو انه تجربوا هاد الوصفه فكتجي رائعه. كنشوف بزاف الاخوات في الفيسبوك كيقولوا انهم توحشوا البسطيله واللذه نتاعها، فما عليكم غير تحضروها هكا بالكيلو نتاع الهبره الدجاج، وهانتوما حصلتوا واحد على واحد العدد هائل نتاع البريوات. غادي نمشي على هذه الطريقه. كتشوفوا معايا انني كندير معلقه كبيره في كل بريوه، وديك المعلقه كبيره نتاع الحشو معمره مزيان. كنحاول انني نطراسيها على شكل مثلث. هذا الشيء بالنسبه للاخوات المبتدئات غادي تجيكم ساهله هذه العمليه، باش هكا حتى القنات ما يبقاوش خاويين، وملي تجيو مثلا طيبوهم تحسوا بالقنات خاويين ويتحرقوا لكم في الطياب. المهم اخواتي غادي نمشيو على هذه الطريقه، واكيد ما ننساوش هنني هنايا كنوريكم الشكل نتاع هذه العماره. المهم ما ننساوش اننا ملي نحطوا معلقه كبيره نتاع الحشو غادي نزيدوا فوق منها واحد المعلقه نتاع داك اللوز المقلي والمهرمش والمنسم بالقرفه وكذلك بالسكر. صافي غادي نبقاو نطويو، واكيد نكوليو البريوه نتاعنا بداك الخليط اللي درناه نتاع الدقيق والماء. وممكن جدا انكم تزيدوا فيه واحد المعلقه كبيره نتاع ماء الزهر باش تنسموه مثلا اللي يبغي النكهه نتاع الزهر. المهم اخواتي غادي نمشي انا غادي غير نقلي هاد البريوات دغيا اللي بغى يديرهم في الفران ما عليه، غير انه يدهن ديك الورقه في الاول بالزيت عادي يعمرها بريوه، اما اللي غادي يقليها فما عليه يديرها الطريقه كيف درت انا. ومن بعديها من قليتهم خليتهم حتى دفاو شويه، عاد غادي نجي ونرشهم هكا بسكر ثقيل باش نزينهم هكا بالخطوط نتاع القرفه. بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يدخلهم المجمد فما عليكم غير تعمروهم وتدخلوهم قبل ما تطيبوهم المجمد، ملي تبغيوهم مثلا في العشاء مثلا في الكوتين تاع العشيه ما عليكم تجبدوهم وهما هك كونجلي، دخلوهم مباشره للزيت كتكون سخونه فكيعطيو نفس النتيجه. وهذه بعدا حيله حتى لولادكم هكا مع الدخول المدرسي، نعرفوا ان الوليدات كاين الناس اللي كيتغداو هكا في المدرسه، فما عليكم غير ديروا هالطريقه وتعطيوهم لهم سخونين ولداد. نتمنى لايكاتكم، السلام عليكم.